أنا اسمي محمود عبد العظيم، المعروف بمحمود عبده، الشاب الراقص بالعكاز في فرحة تأهل مصر لكأس العالم. أهلا بك على هلال اليوم. أهلا بحضرتك. كلمني عن مشاركتك النهاردة في مؤتمر من أجل مصر لذوي الإعاقة. أنا النهاردة موجود ضمن فريقي، أنا مؤسس فريق المعجزات، أول فريق كرة قدم لذوي القدم الواحدة بالعكازين في مصر. أنا موجود أنا وفريقي كله النهاردة في رسالة حب ورسالة عرفان وتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه الشخص الوحيد اللي فكر فينا، الشخص الوحيد اللي قال عام 2018 لازم يكون عام ذو القدرات الخاصة، أطلق علينا كمان اسم ذو القدرات الخاصة بعد ما كان اسمنا ذو الإعاقة، اسم يعني كل متحد الإعاقة ما كانش بيحبه. بنشكره على الاسم ذو القدرات الخاصة، لأن احنا فعلا نقدر نعمل أي حاجة يمكن من نص فرصة، مش من فرصة كاملة. بنشكره وبنقول له احنا معاك يا ريس، بكل الحب، بنأيدك لفترة رئاسية تانية. كلمني أكتر عن الفريق اللي انت مكونه. بالنسبة للفريق اللي انا بكونه، فريق المعجزات، هو أول فريق لكرة قدم حقيقي ذو قدم واحدة وبعكازين. بدأنا دلوقتي، توجهنا لوزارة الشباب والرياضة من خلال الباشمهندس خالد عبد العزيز عشان اللعبة تطبق بشكل رسمي وتعتمد. اعتمد اللعبة الحمد لله، وناقص جزء بسيط هو تمهيدا لتطبيقها من خلال مشاريع اللي بترعاها الوزارة من خلال المحافظات. ايه الصعوبات اللي واجهتك اثناء تكوين الفريق؟ الصعوبات اللي واجهتني ان انا كنت بحاول ادور على كل اللعيبه اللي تتوفر فيهم الشروط اللعبه، ده الاهم، ان انت تلاقي فريق، ده اهم من اللعبه، من ممارسه اللعبه نفسها، ان انت تلاقي حد تنطبق عليه الشروط ويقدر يشارك ويقدر يلعب ويقدر، لان لعبه كره القدم مش لعبه سهله، وخصوصا لذوي القدرات الخاصه اللي زينا، لعبه صعبه جدا. الحمد لله احنا ماشيين دلوقتي بشكل كويس، عندنا فريق في محافظه القاهره، عندنا فريق في محافظه المنوفيه، عندنا فريق في الجيزه، عندنا فريق في المنوفيه، عندنا فريق في الدقهليه، عندنا فريق في الشرقيه. الحمد لله بنتدرج، نفسنا نمثل مصر في كاس العالم بالنسبه للمحافل الدوليه. في اللعبه موجوده، اللعبه ليها كاس عالم، ليها كاس امم افريقيه، ليها كاس امم اوروبيه، زي ما شفنا اللقاء الاخير ما بين تركيا وانجلترا في كاس امم اوروبا وفوز تركيا 2-1. احنا مش اقل من تركيا ولا انجلترا، عندنا فريق ان شاء الله ماشيين على الطريق الصحيح عشان نقدر نشارك في المحافل الدوليه. طيب شايف ايه اللي قدمه لكم رئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاربع سنوات اللي فاتت؟ شايف ان بدا يفكر فينا بشكل رسمي من خلال قانون الاعاقه الجديد. القانون الاعاقه كان محبوس في الادراج، سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي جاب المفتاح وفتح الدرج وطلع القانون. بنشكره على ده وبنطلب منه انه يعتمد بقى القانون عشان نبدا بقى مشاكلنا تتحل. مشاكلنا مش هتتحل غير بالقانون الجديد، مشاكلنا مش هتتحل غير بوجود حد بيحس بينا، حد زي الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبنشكره، بشكر حضرتك.